باش تدفع باش تقبل لا داخل هذاك بيناليتي دو 25%. وهنا خطرات في لي بايمون، في البايمون على حساب كاين دي ترونش شحال هربت نتايا بارابول لا ديكلاراسيون تاعك 10 ولا 15 ولا 25 او نيفو دو لا راسيف حتى توصل حتى 33%. اذا هذا كله يدخل في الاطار نظام الضريبه الجزافيه الواحده والتسهيلات التي قدمها. درك الجديد في 2024 لغات فينونس 2023 شغال تجديد غير غادي نتكلم عليها غير في الاطار تاع الانظمه الجبائيه. قال لك نتايا اذا ما قمتش بالتصريع نتاعك التقديري قبل 30 جوان خاطر ايه نقول لكم. قال لك كي تروح دير التصريع نتاعك الجبائي قبل 30 جوان انا عندي 40 مليون كالكيليت لامبو تاعي لقيت بلي مثلا انا خلص 2 ملايين. انا المشرع قال لك عندك الحق كي تروح تخلص كي تحط لا ديكلاراسيون في 30 جوان خلص 50% خلص غير 50% من لي دروا. مثلا عندي جاتني 2 ملايين نخلص 1 مليون تبقى لي مليون قال لي 10000 دينار واحده اخرى. هذه قال لك المشرع عندك الحق خلص 25% افون لو 15 سبتمبر و 25% التاليه افون لو 15 ديسمبر. اكتمها عندك 50% 25 خلص مليون وبعد 500000 افون لو 15 ديسمبر تكون فيناليزي هذا لو بايمون. القانون المالي 24 واش قال؟ قال في الحاله اللي المكلف بالضريبه ما يقومش بالتصريع التقديري نتاعه قبل 30 جوان معناها كي ديرها في جوي ولا ديرها في اوت تفقد هذا الامتياز يعني تخلص الضريبه نتاعك كامله ما عندكش الحق تفراكسيوني تخلص الضريبه كامله. ويزيد وزاد قال باللي عندك البيناليتي